من الأسئلة التي وردتنا قبل التسجيل شيخ، يقول: عندي محل لبيع مواد البناء ويحوي أنواعا كثيرة من مواد البناء، يشق علي أن أقوم بتقييم كل قطعة من كل نوع، فهل يجوز لي عند إخراج الزكاة أن أقيم المحل بناء على غلبة ظني مع الاحتياط؟ لا يا أخي، لا بد أن تجرد ما في المحل قطعة قطعة وسلعة سلعة وتثمنها بما تساوي، ولا تبني على قيمتها، وإنما تثمنها أنت بما تساوي في الوقت الحاضر، وتجمل زكاتها وتخرجها. نعم.